هنعمل دبابيس بدبس الرمان. طب هل الدبابيس دي يا نونا ينفع ان هي تتبدل بفراخ؟ ينفع. فرخه 8 قطع ينفع، فرخه 4 قطع ينفع، وراك ماشي زي ما انتوا عايزين، اجنحه ماشي، اللي انتوا عايزينه. انا حبيت النهارده ان انا انوع ان الوصفات بتاعت الفراخ بتاعتها يبقى مستخدمين الفرخه من اولها لاخرها. طيب تنفع ان انا اتبلها واحطها في الفرن؟ اه تنفع، لكن لو ما عنديش فرن هتعملي زي ما احنا ما هنعمل دلوقتي. مقاديرنا هتنزل على الشاشه دلوقتي، ومقاديرنا بتقول ايه في الدبابيس بدبس الرمان. عندي كيلو دبابيس فراخ، شويه زيت، معلقتين كبار دبس رمان، معلقتين كبار كاتشب، معلقه كبيره مستردة، معلقه كبيره هريسه حاره ممكن نستغنى عنها ما نحطهاش، معلقتين كبار عسل اسود وبابريكا ورشه حبهان بودر وملح. مقادير سهله وبسيطه جدا، والتتبيله ما بتاخدش وقت فيها، بس برضو ارجع واقول عايزه تتبليها قبلها بيوم ما فيهاش مشكله، بس دي تعتبر وجبه سريعه. هنعملها جنب حبه مكرونه من اللي بتخطف قلبي اللي احنا بنعملها بالفلفل الالوان، وهنقدمها في ثواني. جنب ايه؟ جنب كيلو بطاطس كده قطعناه صوابع تخينه او ويدجز كده اهي، وتبلناها بشويه توابل وبهارات واعشاب، وحطيناها مع حبه زيت في الفرن. طلعت بالشكل ده، اسرع اكله في التاريخ. يقول لك ان اسرع اكله في التاريخ بانيه ومكرونه، لا احنا كمان بانيه دبابيس والبطاطس والمكرونه هي اسرع اكله برضو في التاريخ، مش هتاخد معانا وقت خالص. بص انا بعمل ايه، حاطه صينيه على البوتاجاز بتسخن، المونيا، تيفال، سيراميك، زي ما انت عايزه، اللي موجود عندك اشتغلي بيه، عندك الخير كله يا رب. سايباها تسخن على النار. وهعمل ايه دلوقتي؟ هجيب بوله كده غويطه اتبل فيها الفراخ بتاعتنا، هحط التتبيله كلها الاول مع بعضها، وبعد كده انقع فيها الفراخ واديها تغريزه كده عشان الفراخ توصل للحم من جوه. طيب هعمل ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ادي كده مستردة، عسل اسود. حد هيقول لي هتبقى مسكره، واحنا ما بنحبش الاكل المحلون بالبلدي كده زي امي ربنا يديها الصحه ما تقول، ما بحبش الاكل المحلون. احنا حاطين مستردة وحاطين هريسه وحاطين دبس رمان، ده هيعادل الطعم مع العسل الاسود اللي احنا حاطينه. المكونات مش كتيره ولا حاجه، دبس الرمان و الصويا صوص والحاجات دي كلها بقت بتتباع دلوقتي في كل مكان، حتى عند السرجه بتاعت العسل والطحينه هتلاقوها حاطينها كده ازايز بيبيعوها، مفيش اي صعوبه فيها. بصوا بفتح كده من الجنبين علشان التتبيله تدخل في اللحم وتبقى متطعمه من جوه. الصينيه اللي انا بعملها على النار زي ما هي اهي، سايباها بتسخن كده اهي علشان التتبيله تدخل من جوه. طبعا الفراخ مغسوله كويس قوي ومصفياها، علشان بصراحه انا واحده من الناس اعوذ بالله من كلمه انا عندي حته وسواس ان الفراخ او ايا كان يكون فيه سنه زفاره، دي بتخليني اليوم يقفل ممكن ما اكلش الاكله خالص يعني. بالشكل ده كده، بالشكل ده فتحتها من ناحيتين كده علشان اللحم من جوه نفسه يبقى متبل ومديني تطعيمه حلو. وابدا اعمل كده. بصوا التتبيله نفسها تقيله ازاي، بصوا عامله ازاي. طيب عملنا التتبيله دي، وممكن ان احنا نحطها في صينيه ونحطها في الفرن هتتشوي معانا وتطلع زي الفل، وممكن نزود تحتيها كمان شرايح من البصل وشرايح من الفلفل ياخدوا من التتبيله وهيبقوا زي الفل هما كمان. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هحط في الصينيه اللي احنا حاطينها تسخن على النار حبه من الزيت كده اهي، بسم الله. سامعين الصينيه سخنه ازاي؟ نعم بالشكل ده كده. وابدا ان انا احط الفراخ برصه حلوه عشان الرصه دي هي اللي هتتقدم بيها. بسم الله نعملها كده، احط وما اقلبش والنار تبقى عاليه. ليه؟ علشان الفراخ تاخد الصدمه اللي احنا عايزينها وما تنزلش ميه، انا عايزاها تتشوي بس على البوتاجاز من فوق. مجرد ما تتلسوا من جنبيها النواحي ابدا ان انا ممكن اوطي النار عليها واغطيها ما فيهاش اي مشكله.
طيب بقيه التتبيله اللي احنا سايبينها في البوله دي هتترمي؟ استحاله تترمي. الفراخ لما تاخد الصدمه من ناحيتين وتاخد شكل الشوي كويس قوي، هروح مزوده التتبيله دي ربع كوبايه ميه سخنه او نص كوبايه، واروح مزوده بيها الفراخ على انها تستوي بعد ما تتلسوع خالص. بصوا اقلب كده اشوف الشكل عامل ازاي. بصوا ريحه الهريسه وريحه الدبس الرمان اللي احنا حاطينه في منتهى الجمال. هرجع اقلبه تاني الناحيه الثانيه، النار تبقى عاليه ما توطوش. اللون ده اللي انا عايزاه، الدبابيس كلها تبقى كده من الناحيتين. قبل ما اضيف لها شويه الميه السخنه اهم، بسم الله، هضيفهم على التتبيله. بسم الله الرحمن الرحيم، مش عايزه اكتر من كده، حوالي ربع كوبايه او نص كوبايه مش اكتر من كده، وادوبهم كويس قوي مع بعض علشان الفراخ بتاعتنا لما تتلسع وتتشوي من جميع النواحي اروح مزوده عليها التتبيله الحلوه دي واغطيها تتكمل بقى سواها وتشرب الميه اللي احنا هنزودها لها بالتتبيله وتطلع لنا زي الفل. هركنها على جنب لحد ما تغير لونها. طيب هعمل ايه كمان؟ سلقه مكرونه سباكيتي وحاطه طاسه على النار، حبه زيت حلوين محترمين. عندي ايه؟ ادي المكرونه اهي، ده اسرع غدا ممكن تعملوه او اسرع عشاء ممكن تعملوه. عندي توم وفلفل الوان. بعمل ايه؟ الزيت اهو، بعمل كده، حطيتها قبل ما يسخن. ماشي، مجرد ان هو يبدا يتشكشك لكن ما ياخدش لون، يتشكشك كده بس، تبدا الروائح بتاعته تطلع لكن ما ياخدش لون علشان ما يغمقليش المكرونه وفي نفس الوقت ما يدهاش سنه مراره. بالشكل ده كده يبدا ان هو يشم النار، وبدل ما تصه بشويه ميه هروح نازله عليه بالصلصه. طيب الصلصه اللي بيفكها الميه؟ لا انا مش هزود ميه، انا عايزه الصلصه بتاعه المكرونه تكون تقيله. فهاخد السوائل دي منين او حبه الميه اللي انا عايزاهم دول منين؟ من كوبايه الفلفل الالوان اللي انا عاملاها. الفلفل اصلا بيبقى فيه ميه، فالميه ديت هي اللي هتفك لي صلصه الطماطم. طيب يا نونا انا مش عايزه احط فلفل او ما عنديش فلفل غير فلفلايه واحده، اعمل ايه؟ نقطعها مفروم او مكعبات صغيره ونزود عليها طماطميه صغننه خالص كده، نقطعها مربعات صغيره خالص ونديها لها برده مع الصلصه، هتدينا تطعيمه في منتهى الجمال. وهو الثوم بيتشكشك معانا كده انزل عليه بصلصه الطماطم. مفيش ميه نزلت، انا حطيت الطماطم صلصه الطماطم على الثوم ورحت مقلباه شويه، يا دوب الطماطم بدات صلصه الطماطم بدات تفك ورحت نازله بالفلفل الالوان، لكن ما حطيتش اي ميه. هيبدا ان هو ينزل الميه اللي فيه، كل ده على نار عاليه ما توطوش، انا مش عايزاها تبقى مطبوخه علشان الفلفل معايا يبقى مصحصح والمكرونه تمسك في الصلصه كده وتبقى متغلفه بيها وطعمها حلو. بالشكل ده كده هسيبها تنشف على النار وتنزل السوائل بتاعتها علشان تشربها، والفراخ الناحيه الثانيه تعالوا نقلبها. سايبين الدبابيس بتاعتنا زي ما هي بالشكل ده كده، بنقلبها من جميع النواحي كل شويه عشان تدينا، بص شكلها عامل ازاي ما شاء الله عليها، دي لما تستوي بقى وتاخد اللون اللي احنا عايزينه هتبقى في منتهى الجمال. وعايزه اقول لكم هنا عمالين يقولوا لي الروايح حلوه، صح؟ جربوها مش تندموا. بصوا الصلصه كده انا مش هسيبها اكتر من كده على النار. طيب اما اجي اقلب المكرونه قلنا كذا مره علشان احافظ على المكرونايه متغلفه ومصحصحه وما تبقاش مهريه معايا، حتى لو قعدتها لثاني يوم تطلع اكنها لسه معموله طازه، لما اجي اقلب اعمل كده اشيل الصلصه من على النار. ليه؟ طول ما هي على النار واقلب فيها المكرونه في 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 اعتقاد خاطئ ان هم يقول لك ايه؟ لا واحنا بنقلبها عشان المكرونه تشرب من الصلصه وتمسك فيها، ده مش صح، انت كده بتسوي المكرونه زياده، بتخليها ان هي تتهري زياده فبتبقى بعد كده معجنه، تيجي لو سبتيها ساعتين وجيتي تاكلي منها حبه بعدها بشويه بتلاقيها مسكت في بعضها ما بقتش حلوه، فعشان كده بنشيل الصلصه من على النار وبروح نازله كده بسم الله بالمكرونه واقلبها في بعضها. نجيب معلقه خشب علشان اعرف اعمل. بصوا بصوا لونها عامل ازاي. ليه؟ علشان مفيش سوائل نزلت في الصلصه، اعتمدت على السوائل بتاعه الفلفل. بصوا ما شاء الله شكلها وريحتها ولونها في منتهى الجمال. حطينا
البطاطس الويدجز او البطاطس اللي هي الصوابع بالتوابل والاعشاب في الفرن. طريقتها سهله وبسيطه جدا. بنمسك البطاطس بنغسلها كويس قوي وبنقطعها صوابع تخينه بالشكل ده كده، وهي بقشرها، صوابع تخينه بالشكل ده وهي بقشرها، تمام. وبعد كده بنروح جايبين بوله بنحط فيها شويه من الزيت وشويه من الملح والكمون، وممكن حبه شطه، حبه بابريكا، روزميري، شويه زعتر، كل دوت بيتقلب مع بعضه في حبه الزيت، وبعد كده بنحطها في صاج وبنحطها في الفرن. اكتر من كده ما بنعملش، بتتحمر وبتستوي زي ما انتم شايفين كده، وبتطلع صحتين وعافيه على قلبكم يا رب. طيب الفراخ زي ما انتم شايفين ما خدتش معانا وقت خالص، تعالوا بقى كده قدمناها مع المكرونه الحلوه اهي. نعمل كده، بصوا شكل الفراخ ما شاء الله عليها عامله ازاي. طيب هو اللي احنا سيبناه من باقي التتبيله اللي احنا قلنا هيتحط عشان يسوي باقي الفراخ وديناه فين؟ موجود، بس احنا الفراخ ما شاء الله عليها استوت معانا بسرعه. هنعمل بيه ايه؟ هعمل حاجه بسيطه خالص، وهي على النار كده هروح عامله كده. بسم الله، بالشكل ده كده، وهنفكك كل اللي لازق في الصينيه بتاعتنا مكان لسوعه الفراخ او مكان تحميرها علشان يطلع معانا مع الصوص الحلو ده، وكل ده كده يترش على الفراخ في منتهى الجمال. التطعيمه هايله، واحنا سايبين الصوص بتاعنا كده بصوا بيغلي. انا عايزاه يتقل، عايزاه يتقل، بصوا بالشكل ده كده. لكن في فرق بين ان هو يتقل وان هو يتحرق، لا انا عايزاه يتقل عشان كده كل شويه هقلبه. بصوا كده، دي التتبيله اللي انا كنت متبله فيها الدبابيس. بعد ما عملت الدبابيس واستوت خالص على البوتاجاز من فوق من غير فرن، رحت حطها في نفس الصينيه اللي انا عملت فيها الدبابيس. ليه؟ علشان اخد الخلاصه بتاعه الدبابيس لما شويتها او لما اتلسوعت مني في الصينيه، بالشكل ده كده. فضلت اقلب لحد ما وصل للشكل ده، هشيله عشان مش عايزه اكتر من كده، لان لو سبته اكتر من كده التتبيله بتاعتنا فيها دبس رمان وفيها عسل اسود هيتلسع ويمرر، وانا مش عايزه حاجه زي دي. بسم الله الرحمن الرحيم. طيب بصوا صوص التتبيله لما اتحط على الفراخ شكله عامل ازاي؟ ريحته هايله وطعمه تحفه وفي منتهى الجمال. جربوه مع المكرونه والبطاطس، اسهل غدا او اسهل عشاء واسرع حاجه ممكن تعملوها في الكون كله.